الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين لكل لمسه ملبس عدد من اصابعه الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي الحمد لله وقدر مختلف به الكرب والعقباء بالحوائج والكمال بالرعاه وحسن الخواتيم واستغفر ما من وجهه الكريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين معرفتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ويسر لنا امورنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم وفقنا وسائر المسلمين وحبوبه وتقواه يا رب العالمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وانسانا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا وعاصينا وطائعنا، واغفر لجميع المسلمين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، واغفر لنا ولهم السعادة في الدارين يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا ومشايخنا واهل بيت نبينا وسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا سيئه الا رحمته، ولا عاصيا الا دمت عليه وعافيته، ولا غائبا الا بالسلامه رددته، ولا حاجتنا لك رضا ولا نفيا صلاه الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اهدنا لمرضيك فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب وابصر قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلمنا والمسلمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نكمل قراءه وشرح حاشيه الشيخ ابراهيم البيسوري على متن الغايه والتقريب للقريه الشجاع بشرح ابن قاسم الرازي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين امين في فقه الساده الشافعيه. فصل في احكام الجعاله. الجعاله والجعاله والجعاله بتثليث الجيم. فصل في احكام الجعاله وهي بتثليث الجيم والكسر افصح كما قال في الحاشيه. ومعناها لغه ما يجعل لشخص على شيء يفعله. يبقى الجعالة بتجعلها لشيء، فهي تشبه الإيجار، لأنها تشبه الإيجار شوية، لكن بتختلف عن الإيجار بخمسة وجوه، عشان كده عملوها بقى منفصل. وهو ما يجعل شخص على شيء يفعله، وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره. يعني مطلق التصرف اللي هو ليس بسفيه ولا محجور عليه ولا صبي ولا مجنون، هذه معنى مطلق التصرف، ولا صغير، يبقى هو التزام مطلق التصرف اللي هو بيضع ايه المطلق التصرف هنا اللي هو بيلتزم للجعل، الجعل اللي هو ايه الذي يدفع. التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، العوض اللي هو الجعل، جعل الجعالة، على عمل معين، على عمل معين أو مجهول لمعين، على عمل معين. يعني نقول مثلا من أتى لي بما ضاع مني، إذا كان ابنه تاه منه، أو إذا كان مثلا المحمول بتاعه ضاع منه، أو سيارته ضاعت سرقت، فيقول من جاء لي بسيارتي، هذه عمل معلوم،
عمل معين، الاتيان بالسياره المسلوقه يبقى ده عمل معين له كذا وكذا، او مجهول لمعين او غيره، وهنشرح بقى التفاصيل دي في الكلام الحاشي. والجعاله حكمها ايه؟ جائزه. جائزه يعني مقابل، يعني غير لازم، ودي من ضمن الحاجات اللي تخليها تقترب عن الايجار، تقترب عن البيع. الايجاره لازمه، ومن لزومها انها لا تنفسخ بموتى حال المتعاقدين في الايجاره كده. لازم البيع، لازم عقد، لازم، لانه بينتقل فيه التمليك. فاذا مات المشتري انتقل ملكه الذي اشتراه الى ورثته، لانه عقد لازم حتى يستمر الى ما بعد الموت. لكن الجعاله بيقول هنا جائزه، جائزه يعني غير لازمه، مش جائزه مقابل لايه؟ لغير الجائز اللي هو الذي لا يكون شرعا، او لغير الصحيح، لا، ده مقابل لايه؟ للازم. جائزه من الطرفين يعني غير لازمه، طرف الجاعل والمجهول. يعني انا ما اقول من اتى لي بسياره، بسيارات التي سرقت له كذا، انا هنا بلغت، عملت اعلان، اي واحد من اللي سيبهم له ان يذهب ليبحث، وله ان لا يذهب، غير لازم. وممكن ان انا باي لحظه اقول ان انا بلغت البوليس خلاص، ومش محتاج حد يبحث لي عن سيارتي. بعد ما قلت له 1000 جنيه مثلا من ياتيني بسيارتي، فقالوا لي طب ما تبلغ البوليس احسن. فرحت مبلغ البوليس، فرحت قايل خلاص البوليس يكفيني هذا الامر، ويبقى ايه؟ غير لازمه هنا مره من جهه الايه؟ الجاعل، والمره الثانيه غير لازمه من جهه المجعول له اللي هو العامل. فهي غير لازم في اي وقت. طب افرض ان هي انه بذل جهد وانا رحت لغيت، بذل جهد ولغيت، وعلم باني الغيت الجعل، ياخذ اجر المثل، بس اجر مثل جهد طالما انا اللي تركت وما اعلمتش. واضح؟ هتيجي التفاصيل. والجعاله جائزه يعني غير لازمه من الطرفين، طرف الجاعل والمجهول له. زي الوكاله، في الوكاله كده انت ما بتوكل واحد، في اي لحظه ممكن تسحب توكيلك، ممكن هو نفسه لا يقبل الوكاله في اي لحظه، بعد ما كان قابلنا يرفض، مش كده برضه؟ فعقد الوكاله عقد جائز غير لازم، ففي عقود كده. والجعاله جائزه من الطرفين، طرف الجاعل والمجعول له. والجاعل هنا هو المالك او من ينيبه، والمجعول له هو العامل، قد يكون معين وقد يكون مجهول. يعني قد يكون معين، اقول للمعين يعني اقول ايه؟ مثلا لمحمد، يا محمد ابحث لي عن ابني الذي تاب ولك مني 5000 جنيه. يبقى انا ايه؟ كلفت واحد معين. كويس؟ فان اتى بها غيره يبقى ايه المساله؟ يبقى عاملها تبرع، لان انا ما كلفتوش، يبقى عاملها تبرع. واضح؟ وهي ايه هي بقى؟ وهي الجعاله، بيعرف الجعاله ان يشترط رد ضالته عوضا معلوما، ان يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. ممكن يبقى معلوم، وممكن يبقى يقول سوف ارضيك، من اتى لي بكذا فسوف ارضيك. خلاص يرضيك، ولازم ما يرضيه يرضيك ايه؟ بحاجه ينتفع بها، فلا يجوز له. يعني يبقى في نفس شروط الجعل ده، لازم يبقى في نفس شروط الثمن في البيت، في البيع. اولا ينتفع به، الا يكون نجسا او متنجسا، وان يكون مالا محترما ولو بوجه من الوجوه. خدت بالك؟ فما ينفعش مثلا ادي له حاجه نجسه او متنجسه او حرام استعمالها كالات اللغو وغيره. تبقى نفس الكلام اللي نفس اثمان البيع يجي هنا برضه. خدت بالك؟
وهي أن يشترط في رد ضالته، وده مش كان ضالته أي حاجة بقى. ممكن يقول من يبني لي الجدار بسمك كذا وعرض كذا في الموضع الفلاني له مني كذا، هدي جعله خدت بالك من ده؟ نفس الحكاية. ما يتش بيه الإبارة في حاجات، بس لما يقول من يبني الإبارة لازم يبقى إيه؟ الترجيع في بعض. لكن أقول من يبني؟ نقلناها من باب الإبارة للجعالة عشان تهمتني بقى؟ لأن في الجعالة لا يشترط فيها القبول، لكن في الإجارة يشترط فيها إجابة وقبول. واضح الكلام؟ علشان كده أنت بتشوف الأول هو قال إيه؟ وتشوف حكاك عليه في إيجاب. واضح؟ لأن الناس اللي بتتعامل ما تعرفش كتاب الفقه. يقولوا ألفاظ. الفقيه بقى ياخد الألفاظ دي ويصيغ عبارتها ويشوف يبحث عنها في أي باب، في باب القراءة، في باب الإدارة، في باب الوكالة. واخد بالك؟ في باب الدعاية. على حسب بقى فهمه الدقيق، على حسب ما يعرف يبحث عنها في مكانها المناسب، يقوم يجيب الحكم المناسب. فلو كيفت تكييف خطأ يبحث عنها باب خطأ. ما علشان كده بعض الفقهاء يغلطوا في بعض المسائل المعاصرة ليه؟ لأنه كيفها بطريقة فبحث عنها في حتة يطلع حكم غير حكمها الأصل. ده هي ليها تكييف تاني. وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما كقول مطلق التصرف من رد ضالتي فله كذا، فإذا ردها استحق أو استحق الرد ذلك العوض المشروط له طالما أمن الوزن. هي دي خلاصة موضوع الجعالة. نقرا كلام الشيخ البيجوري في التفاصيل. فصل في أحكام الجعالة أي كجوازها، وإحنا قلنا كجوازها يعني غير إلزامها، واستحقاق العوض. استحقاق العوض اللي هو أجر، اللي هو الجرعة يسموه الجرعة، أجر الجهد. واستحقاق العوض إذا رد الضالة مثلا، لأن مش شرط الضالة تبقى ضالة، ممكن عمل. ويقال لها الجعيلة والجعل، وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزال وتبعهم في الروضة عقب الإجارة. المصنف اللي هو مين؟ ابن أبي شجاع. كصاحب التنبيه والغزال وتبعهم في الروضة يعني الإمام النووي. وصاحب التنبيه اللي هو مين؟ أبي إسحاق الشيرازي. يبقى في كتاب أبي إسحاق الشيرازي والغزالي والإمام النووي في الروضة خلوا الجعالة بعد الإجارة. كذا ابن ايه؟ كذا ابي شجاع. لاشتراكهما في غالب الاحكام. السبب ايه؟ العلاقه نجيبها بعدها. لاشتراكهما في غالب الاحكام، اذ الجعاله لا تخالف الاجاره الا في خمسه احكام بس، والباقي توافق الاجاره، عشان كده هما ما وسعش فيها لانه لسه جايبها بعد الاجاره، والاجاره هي كل الاحكام كتير. إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام. أول واحد صحتها على عمل مجهول. هناك في الإجارة ما ينفعش عمل مجهول. عسر علمه. عمل مجهول لما أقول له ابحث عن سيارتي، هيبحث فين؟ في أي جهة؟ في أي مكان؟ في أي شارع؟ في أي مدينة؟ عمل مجهول. تصح جعالة ما تنفعش إجارة. لأن ده عمل مجهول. صحتي على عمل المجهول عصر علمه كرد الضالة والآبق. الآبق اللي هو العبد الفرقان السيدي. فإن لم يعصر علمه اعتبر ضبطه، إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. فإن لم يعصر علمه، افرض بقى إيه؟ إن أنا هعمل جعالة لعمل لا يعصر علمه، زي المثال اللي بتقول ابني لي جدار في الموضع الفلاني، من بنى لي جدار في الموضع الفلاني بطول كذا وارتفاع كذا وسمك كذا واقول كل الاوصاف له مني كذا، هنا ما يعصرش. بس المجهول مين؟ اللي هيبني. هو مجهول اللي هيبني، لكن العمل مش مجهول. لكن لو كان اللي هيبني
معلوم بقت ايجار، بقت ايجار، بتعاقد مع شركة مقاولة معلوم، قلت لها تعالي مين اسمها ايجار. لكن انا بقول من يدفع، من يبني لي المبنى هذا بالمواصفات الفلانية له مني كذا، من؟ خلتني ببحث عنها باب الإدارة، ببحث عنها باب الجعالة، لأن من دي عامة ما حددتش شخص معين ولا جهة معينة. واضح؟ ممكن جعالة بالشكل ده تؤدي للتنازع مثلا، لأن هو قال من يبني لي، ممكن أكثر من واحد يبدأوا في البناء. لا، هم الناس هيضبطوا بعض، اللي هيسبق الباقي هيسيب خالص، الناس هيضبطوا بعض. ويفرق اشترك فيها مجموعة يقسم عليهم بقدر عمل، افرق الجدار ده طوله 100 متر دخلوا 10، كل واحد عمل 10 متر، خلاص ما يجراش حاجة، هقسم الجعالة على 10 لو تساووا في الجهد. طب واحد عمل 90% من الجدار، واحد عمل 10% من الجدار، 90% من الجعالة ليه ده؟ و10% ليه ده؟ تساووا. يمكن لما يشتركوا يخلصوا لي بسرعة. يمكن انا ليا وجهه نظر اني ما جبتش شركه مقاولات وسبتها مفتوحه، لان انا عايز الجدار يخلص النهارده. وده 100 متر. لو كلفت شركه هتدوني بعد شهر. لو قلت اللي يعملوا لي هيخلصوا لي النهارده، ما يقولش حتى مش شرط النهارده، لو حد النهارده طب. لكن هو بذهنه، في ذهنه، لكن ما حددش، انه عايز يعمله بسرعه. فيقوم اما يشترك فيه اكثر من واحد يخلص بسرعه. بس كده بتحصل برضه، بتحصل. بس كل واحد يبقى ضابط عمله، يقول لك انا عملت نسبه كذا. خلاص انت اشتغلت قد ايه كذا، ايزي ده قد ايه من الجدار، يبقى كذا، يبقى انت ليه كذا. فان لم يعصر علمه اعتبر ضبطه اذ لا حاجه لاحتمال الجهل حينئذ. الحاجه الثانيه وصحتها مع ولد معين. الطرف الاخر يبقى غير معين. بخلاف الإدارة والبيع لازم إيه تعارف العقدي. مش كده برضه؟ هنا بقى ممكن مع غير معين. كأن يقول من رد ضالتي فله علي كذا. ونمرة ثلاثة وكونها جائزة. لكن الإدارة لازمة. يبقى جائزة هنا بمعنى غير لازمة. لكن الإدارة لازمة. بدليل إنها لا تنفسخ بموت احد العاقلين. فهمت؟ ده لزوم بالايجار. وكونها جاهزه ده بيبين لك ان الجعاله مختلفه عن الايجاره في الخمس نقط دول. لما يقول لك جاهزه يعني غير لازمه. يبقى معنى كده انك تفهم على طول ان الايجاره لازمه. وكون نمرة أربعة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. في الإيجار بيستحق بمجرد العقد. مش كده فاكر في الإيجار؟ لكن هنا في الجعالة لما يكمل العمل. يبقى في الإيجار يستحق مقدم وفي الجعالة مؤخر. عشان كده تختلف عن الإيجار. وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. نمرة خمسة وعدم اشتراط القبول، ان الطرف الثاني انا مش عارفه، طالما مش عارفه يبقى مش محتاج اسمع منه قبل. لكن الإدارة لازم يبقى الطرف الاخر معلوم ويبقى في صيغة. يقول له اجبت لك كذا، الثاني يقول قبلت. يبقى هنا لا يشترط القبول، لكن يشترط فقط الايجاب دون القبول. فهمت بقى؟ بتختلف. وزيد ثالث وهو جهل العوض في بعض الاحوال. انت عارف ان في الاجاره العوض لابد يبقى معلوم. هنا في بعض صور الجعاله ممكن يبقى العوض غير معلوم. مجهول. وجهل العوض زي ما قلت لك، من ياتيني مثلا بالذي ضاع مني واحدد ايه اللي ضاع مني، مواصفاته ايه؟ له مني ما يرضي. ايه يرضي؟ يعني قد ايه؟ له تنفع تبقى جعالة تنفع. واخد بالك؟ ولو خد وجاب لي واديته ما عجبوش يروح يشتكيني عند القاضي وان القاضي يديله ثمن المثل. فهمت بقى ازاي؟ يشوف ثمن
يكسب مثل هذا الجهد قد ايه؟ ويدو لقى في 10 ايام يقول له طب انت يوميتك ب 50 جنيه في 10 ايام 500 وانا اديته 300 يقوم يقول لي اديله 200 جنيه. لانه قاعد يشتغل 10 ايام بيدور لك على ما ادعها منك وهو يوميته 50. لكن افرض ان انا اديته ال 300 وقابل خلاص. حصل نزاع يردوا الثمن واضح؟ يبقى ممكن يبقى العوض مجهول. وهو كان العوض في بعض الاحوال هي دي لك امثله كده. قد يكون غير معين في بعض الصور، قد يكون معين في بعض الصور، لكن الإيجار لازم يبقى معين في كل الصور. واضح؟ يعني لو كان معين ما اعتبرش مثلا، لو كان معين انا وضحت له الاجر معلوم، خليت الاجر معلوم يعتبر ده الضرر. يبقى لازم الاجر معلوم ولازم العمل معلوم. العمل معلوم طبعا. خلاص العمل لو معلوم ابني الجدار في الحته الفلانيه يا فلان بيت ايجار. لكن انا بقول من وجد لي ضالتي، اذا وجدت لي ضالتي يا فلان لك كذا. بقى هنا معين لكن العمل مجهول. هيلاقيها فين؟ هيلاقيها في قد ايه؟ وهيبحث فيها في اي بلد في اي مكان. عمل مجهول، فهمت؟ اروح ساعتها بالصوره دي اروح محولها باب ايه؟ الجعاله مش في باب الايجار. واضح؟ وزيد ثالث وهو جهل العوض في بعض الاحوال كمسألة العلج وهو الكافر الغليظ. عارف انت العراقيين لما دخلوا الامريكان بغداد كانوا يقولوا ايه العلوج كلمه فصيحه اللي هو الكافر غليظ الطبع كانوا بيوصفوا الامريكان بكده العلوج. العلوج جمع علج والعلج هو الكافر غليظ الطبع في اللغه الفصيحه. كمسألة العلج وهو الكافر الغليظ والمراد به المطلق الكافر أحيانا مش شرط يبقى الغليظ. وهي أن يجعل له الإمام إندا لنا على قلعة مثلا جارية منه. ده مثال أهو لجهل العوض. يقول له لو دلتنا على قلعة الكفار اللي هنحاربهم احنا مش عارفين سكتها. وهو كافر هندي لك جارية من اللي هنكسبه. طب الجارية دي عندها كم سنة؟ أنهي واحدة دي ما يعرفش. تاني اسمها جعالة. وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقد اللقطة. ذكرها يعني ذكر باب الجعالة في المنهاج للإمام النووي، كتاب المنهاج للإمام النووي. كأصله بتاع الرافعي. والمنهاج ده أصلا مختصر كتاب الإمام الرافعي. فاهم؟ زي تبعا للجمهور عقد ايه؟ عقد اللقطه مش عقد الاداره. عقد باب اللقطه. لنظرا لما فيها من التقاط الضاله، لانها تشبه اللقطه انه هيلاقي حاجه تايهه يجيبها ويديها صحيح. واضح؟ فتشبه اللقطه من جهه دي، فبعضهم حطوها بعد باب اللقطه وتشبه الاداره من جهه ثانيه، فبعضهم حطوها بعد باب الاداره. واضح؟ يبقى انت في كتب الفقه لو عايز تبحث عن الجعاله تبحث عنها بعد باب اللقطه، فان لم تجدها تجدها بعد باب الاجاره. كانه بيريحك. فده جاي كتاب فقه عايز تبحث عليها تدور عليها. بعد اللقطه لقيت خير ما لقيتهاش ادور على باب الاجاره وابحث عنها بعد تلاقيه. فهمت بقى المساله؟ مش حضرتك تبقى اوقع لو كان بعد باب اللقطه ما يجراش حاجه. دي وجهات نظر الفقهاء على حسب وجه الشبه اللي ايه؟ اللي شبه الفقيه. بعضهم شاف ان فيها شبه كبير باللقطه، وبعضهم شاف ان فيها شبه كبير اكبر بالايجار. دي وجهه نظر. والتقسيم له شحتين، دي وجهه نظر. مش هتبقى مشكله يعني عندنا. والاصل فيها اللي هو ايه؟ دليلها يعني. دليل الجعاله، الاصل هنا بمعنى الدليل. والدليل يبقى قران، سنه، قرآن سنة دليل قرآن الكتاب ودليل من السنة اللي هو ايه الحديث ودليل عقلي اللي هو يوافق مقاصد الشرع وبعدين إجماع وبعدين قياس خدت بالك وبعدين المصالح ان فيها مصلحة يبقى لما تبحث عن دليل أي حاجة لازم تبحث عنها بالترتيب العقلي ده كده
فيها قبل الإجماع، قبل الإجماع يبقى فيها دليل إجماع إن أجمعوا على جوازه، يبقى عندي كتاب وسنة وإجماع. أما يقول لك قبل الإجماع يعني إيه؟ يعني إجماع كان كفاية، بس هيقول لك ليه وقع الإجماع لوجودها إيه من السنة بوضوح وأجمعت الأمة عليه. خبر، خبر يبقى جاب لك دليل من السنة. كويس؟ خبر أبي سعيد الخدري، تفهم من كده إن دليل الجعالة من السنة ولا يوجد في الكتاب ما يدل عليه. تفهم من كده على طول، لأن طالما ابتدى الدليل من السنة يبقى كأن لم يرد في القرآن دليل على أنها من شرعنا. وإن كان فيها ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، بس قال لك ده شرع من قبلنا. واضح؟ خبر أبي سعيد الخدري وهو الراقي. سيدنا أبي سعيد لما رقى الراجل الملدوب بالسم بالفتح واشترى جعلا. فهمت ازاي؟ وذلك أنه كان مع جماعة من الصحابة في سفر فمروا بحي من أحياء العرب، يعني قبيلة من قبائل العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، وكان الضيافة واجبة زمان، لأن يمشوا بصحاري طويلة يكادوا يهلك، مفيش كافيتريات ولا فنادق ولا أماكن الناس تترفق فيها تشرب ولا تعمل، وبالتالي أول ما ينزل على حي واجب عليهم يضيفوه، يعني يقدموا لهم الطعام والشراب ويبيتوهم 3 أيام. كويس؟ بعد كده الضيافة صارت مستحبة وليست واجبة بسبب اتساع العمران. واضح؟ دلوقتي على كل الطرق تلاقي كافيتريات واستراحات وبتاع، خلاص بقى مش واجب، لكن يستحب من الاخلاق الحلوه. لكن لما كانت واجبه لو ما ادوهالكش تطالبهم بيها، لدرجه ممكن تروح للقاضي، القاضي يمكنك انك تاخد حق والا ممكن يهلك. واضح؟ يبقى الضيافه كانت واجبه في اول العصر الاسلامي بسبب عدم اتساع العمران، فلما اتسع العمران صارت مستحبه. يبقى استضافوهم طلبوا ضيافتهم يعني. كويس؟ وكانوا 30 صحابي في مصلحه النبي ارسلهم اليه. فاول ما مشوا في الصحراء مده طويله عطش وجاع وكل حاجه، على ما وصلوا للناس دول قالوا لهم ادونا ضيافتنا الحقونا، عايزين ناكل حاجه نبل ريقنا نشرب حاجه. قالوا لهم مش حاجه عندنا هي تشربوا دي. ناس لئام بقى. يبقى كانش يعمل كده اللي ايه؟ اللي بعض اللئام. صحيح العرب كان يشتهروا بالكرم، لكن في بعضهم كان عنده لب، مش كلهم يعني، مش 100%. فهمت؟ فاستضافوهم فلم يضيفوهم فباتوا بالوادي، برضوش يدخلوا عندهم وباتوا ايه في الخلف. فلدغ رئيس ذلك الحي. أم ربنا أراد بقى إن هو يعمل لهم آية للناس اللي هم اللي قالوا. راح صلت عقرب، راحت ايه؟ لدغت الزعيم بتاع الناس دول. فبقى محموم وبيعاني من ايه؟ من اثر اللدغ. حاولوا يدوروا على اي حد ينقذهم، والراجل هيموت منهم. فخرج للناس دول الابرار اللي هم جوز استضافوهم اللي هم الصحابه. قالوا فيكم حد يرقلنا الراجل ده؟ قالوا له والله احنا دول ان كنتوا لئام الطبع وما ادتوناش استضافتنا، احنا كنا نرقيه من غير ما نشرب. لكن احنا كده هنشرب بقى. نرقيه بس حددونا ايه؟ الاول. فهمت بقى؟ يبقى بقت فيها جعاله. فهمت؟ فلولد رئيس ذلك الحي فاتوا له بكل دواء فلم ينجع، اي لم ينفع بشيء. فقال بعضهم لبعض: سالوا هذا الحي اللي جالكم يعني وطلب الضيافه وبيتوه في الشارع وهاتوه اسالوه الذي نزل عندكم. فسالوهم فقالوا: هل فيكم من راقب؟ فإن سيد الحي لدغ. فقالوا: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا بجعل بأجر يعني. عرفوا إنهم بكرة بقى ناس جلد. فأنا مش هنقدر. كلمة جلدة دي كلمة مصرية تدل على البخيل. بنقولها لغير المصريين. أما أقول رجل جلدة يعني رجل بخيل بخل شديد. دي باللغة العامية المصرية. فهمت؟ رجل جلدة. لأن تملي البخيل تلاقيه جلد على عظمه من قلة الأكل. فهمت ازاي؟ لأنه من بخله حتى ما بيصرفش على نفسه، فبقى جلد على عظمه.
فيقول له راجل غير ده يعني بخيل، حتى ما بيبرس نفسه مش يبر غيره. فهمت بقى ان انت مش موضوع تقعد في مصر تتعلم 4 سنين وترجع ما تعرفوش العاميه المصريه، لازم تعرفها لانها مهمه بقى. لان الشيخ احيانا بيشرح بالعاميه فلازم تفهم عاميه الشيخ، لان يديك مثال للعاميه تفهمه واضح. فلما لقوهم جلده يعني بخلا، قالوا احنا عندنا واحد يرقي وكل حاجه دي تخصصنا بقى. جيت قلنا انا بالتخصص الدقيق بقى، بس بشرط تدونا اجر عليه اللي يرجع لكونهم لم يضيفوهم. يعني اللي بيعلل لك لسه الصحابه اشترطوا الاجر لان عرفوا انهم بخلا. لو كانوا عارفين انهم كرم هيقوم يأدي المهمه، وعارفين هيرضوهم ناس كرم. فهمت؟ فجعلوا لهم قطيعا من الغنم وكان 30 رأسا. قطيع الغنم ايامهم اسمه 30 غنم. لما يقول له عندك قطيع غنم انا عندك 30. وهم كمان كانوا 30 صحابي. شوف ترتيب ربنا، عشان كل واحد ياخد له واحد. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم وكان 30 رأسا، وكانت الصحابه كذلك، المجموعه دي كانت كذلك 30. فقرأ عليه أبو سعيد الفاتحة 3 مرات. سيدنا أبو سعيد الخدري سمع من رسول الله قبل كده أن الفاتحة شفاء وأنها راقية، فحطها في مخه. أول مرة استعملها بس هو سمع من النبي أن الفاتحة راقية، فراح سيدنا أبو سعيد الخدري راح إيه؟ قرأ عليه الفاتحة 3 مرات. فكأنما نشط من عقال، يعني الراجل هب كده من فراش المرض بعد ما كان مش قادر يتحرك، كانه كان مكبل واتحرك. كويس؟ وانما رقاه بالفاتحه دون غيرها، لانه صلى الله عليه وسلم قال فاتحه الكتاب شفاء لكل داء، ثم توقفوا في ذلك. بعد ما خافوا القطيع خافوا يتلو، قالوا ايه ده؟ احنا هناخد اجر على القران. احنا كنا فاكرينك هتلاقيه رقوة انت اللي فاهمها وحافظها واخدها اربا عن جد بقى وبتاع، لكن ده انت جبت القران وكلنا عاملين الفتح ويعني ناخد اجر على القران. النبي لما كان له القران ما طلبش مننا اجر، ازاي احنا كمان ناخد اجر على القران؟ فابتدوا بقى ايه؟ يبقى الصحابه رباهم النبي على تحري الحلال. تفهم من دي على طول ايه؟ ان كانوا عندهم تربيه نبويه شريفه وهو تحري الحلال. مش كل ما تطول يدك تاكل منه، لا، الاول شوفه حلال ولا حرام. واضح؟ تتعلم دي تربيه. ثم توقفوا في ذلك، يعني في حل ذلك القطيع. ذلك اللي هو ايه؟ في حل هذا القطيع، هل حلال ولا حرام؟ فقالوا كيف ناخذ اجرا على كتاب الله؟ لان الرسول قال خيركم من تعلم القران وعلمه، ما قال لهمش خد اجر، لان هو نفسه لما علمهم القران ما خرجش منهم اجر، كل اسالهم عليه من اجر. فهمت بقى المساله ماشيه ازاي؟ لكن في البخاري اذا احبكم الاجر كتب الله تعالى. ما احنا بنقول لك الاول هما بيفكروا ازاي، وبعدين ازاي ده بعينيا هيعلمهم تاني. واضح؟ وازاي نجمع بين الادله؟ خد بالك ازاي ده يبقى ايه وده يبقى ايه، وامتى يبقى غلط وامتى يبقى صح. الصبر جميل. انا بحكي لك ترتيب الذهن ليهم. فقالوا كيف ناخذ اجرا على كتاب الله؟ فلما قدموا المدينه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه عن ذلك، فقال ان احق، وفي روايه ان احسن، ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى. يبقى هنا الاجر هنا ما لم يكن مشروطا بقدر معين. هنا ما كانوا شرطوش، هم قالوا بدون اجر، قالوا لهم قد ايه؟ ماشي، يبقى مش شرطين. يبقى يجوز الاجر على كتاب الله ما لم يكن مشروطا. واضح؟ زاد بعضهم اضربوا لي معكم بسهم، يعني النبي كمان عشان يبينهم انه داعين الحلال قال لهم ولو حبيتوا كمان تقسموا لي معايا قسمه مفيش مانع، عشان يطيب خاطرهم مش عشان النبي عايز. ده بيبينهم ان ده عين الحلال يعني.
زاد بعضهم قول النبي يعني اضربوا لي معكم بسبب، وانما قال ذلك صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلوبهم لا طلبا للنصيب، لا طلبا لنصيب معهم حقيقه. وايضا الدليل الثاني العقلي بقى، ما احنا بعد السنه جاب لك بقى الدليل العقلي، احنا قلنا القران سنه دليل عقلي. وايضا الحاجه قد تدعو اليه فجازت كالتجاره، لأن القياس يقتضي جواز كل ما دعت الحاجة إليه، وهذا دليل عقلي بعد النقل. فهمت بقى كلام الشيخ؟ وإحنا عرفنا منين إن الحاجة بتميز بعض الأمور؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، وأجاز السلم وهو بيع ما ليس عندك، لعموم الحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا في الأجناس الربوية إلا بالمماثلة، التقارب والتساوي والحب، مش كده برضو؟ وجاب في العارية، العارية اللي هي العراية، فيها علة الربا وجدها النبي في حدود 5 أوسط، لعموم الحاجة إليه، لما اتكلمنا عنها في باب العراية في الربا، فاكرين زمان؟ بس اللي بيذاكر يبقى ايه دوام الحاجه. احيانا للحاجه يميز الشارع اشياء ان نظرت اليها وجدت فيها انها على حسب القواعد الاصوليه هتبقى حرام، لكن لعموم الحاجه ولرفع الحرج يميزها الشارع بقيود على سبيل الرخص. فده دليل عقلي لعموم الحاجه اليها، واضح؟ ويستأنس لها، قال لك يستأنس لقوله تعالى، جاب لك الكتاب هنا ما جابوش دليل، جاب استئناس بس. ليه؟ لأنه شرع من قبلنا قصة سيدنا يوسف. وده شرع من قبلنا، ليه ما قالهاش دليل؟ لأن ممكن لو حط لك دليل نمرة واحد يجي لك واحد معترض يقول لك بس ده شرع من قبلنا. واضح؟ ويستأنس لها بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن. يبقى الآية فيها الضمان وفيها الجعل. الضمان من قوله وأنا به بعيد، يعني ضامن، واخد بالك؟ وإيه ولمن جاء به حمل بعيد فيها الجعل اللي هو البعد. ومعروف إن حمل البعيد في زمانهم كان ليه قدر معين، معروف. اللي يحمل البعيد معروف ليها قدر معين هي. ولمن جاء به حمل بعير وكان الحمل معلوما عندهم كالوسط، الوسط كان معلوم عند الصحابه وهو 60 صاعا، الوسط 60 صاع. عشان كده قال في باب الزكاه ليس فيما دون 5 أوسق زكاه، زكاه الظروف، لانه معروف الوسط اللي هو 60 صاع، والصاع 2.5 كيلو 4 أمد، والمد حوالي 670 جرام. كويس؟ معلش احنا التقدير بتاعه على حسب شيخنا كان قال لنا 670، وكمان جاء بعض مشايخنا قال لك ايه 670 جرام؟ طب ايه كيلو الا ربع؟ هذا 750. بدل ما تقول 670 جرام هيروح يعني يوزنها فين؟ طب ايه كيلو الا ربع ومش يعني؟ يبقى المدة كيلو الا ربع، واربع عنده بيبقى ايه؟ 2.5 كيلو، واخد بالك ازاي؟ يعني 3 كيلو تقريبا لو خليتها بالتقريب تبقى 3 كيلو، لو بالضبط شويه تقللها تبقى 2.5 كيلو. واضح؟ يبقى 60 صاع، 60 صاع يطلعوا حوالي 125 كيلو. ها؟ 150 كيلو، 60 صاع، 5 أوسق يبقى 750. يبقى 750 كيلو جرام ده نصاب زكاة الزروع. واضح؟ وإنما عبر بالاستئناس دون الاستدلال، وخمسة أوسق دي حد العرايا. من زاد عنها يبقى وقعنا في الربا. واضح؟ يبقى 5 أوسق تلاقيها في العرايا وتلاقيها في باب زكاة الزروع. واضح؟ وكان الحمل معلوما عندهم كالوسط، وانما عبر بالاستئناس دون الاستدلال، لان
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقدره على الرائح في مذهبه. يعني فيها خلاف في المسألة دي. يقول لك لو ورد في شرعنا ما يدل على أنه موافق لشرع من قبلنا يبقى شرع من قبلنا دليل؟ قال لك لا، ده مش دليل، ده الدليل. الدليل هو ما ورد في شرعنا. كويس؟ لكن التانيين احنا قلنا في الرابح، يعني في رأيين في مناقشة. في ناس يقول لك شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النهي، ده مربوح على مذهبه. يقول لك لابد ان يبقى شرع من قبلنا شرع لنا بدليل شرعنا لا بدليل شرع من قبلنا. واضح؟ على الرابح في مذهبنا الشافعي، لكن دليل في مذاهب ثانيه يقول لك شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا طالما لا تجد لنا مذاهب اخرى، يبقى الامر خلافي. فهمت بقى المساله؟ عايز تروح مناقشتها بقى، تروح في كتب الاصول وتشوف المناقشات بقى. بس لابد انك انت علشان تستدل بالايه لازم تجيب ما يدل على مشروعيتها في شرعنا. كويس؟ فاذا جبت ما يدل على شرعيتها في شرعنا فانت مش محتاج بقى شرع مطلق، لان بقت مشروعه في اصل شرعنا. لا نقدر نجيبها من شرع مطلق طريقه ثانيه بطريقه الاستصحاب، بقى شرع مطلق من الاصل الجواز. طب وانا ليه استصحب في مساله زي هنا؟ وهنا الحكاية سهلة قدامي، عندي دليل من السنة، فهمتني ازاي؟ وعندي دليل من وأركانها أربعة إجمالا. أركان عقد الجعالة الذي هو غير لازم أربعة إجمالا. الأول ملتزم العوض والعائد، الاثنين دول الأول، ملتزم العوض والعائد اللي هيعمل، الاثنين دول يقولوا عليهم العاقد. طب وليه ما قالش العاقدين؟ لان لا يشترط القبول، لانه ممكن ان انا اعملها ما عملهوش، فقال العاقد عشان واضح؟ وهو ملتزم العوض ولو غير المالك، لان ممكن اكون انا المالك وابعث السكرتير بتاعي اقول له اعلن في المسجد اللي جنب بيتنا اللي يجد سيارتي التي ضاعت له مني كذا. يبقى اللي بيعلن ده مش هو المالك، لكنه وكيل عن المالك. علشان كده قال لك ايه؟ ولو غير المالك. ملتزم العوض ولو ايه؟ غير المالك. وشرط فيه اختيار واطلاق تصرف. عشان يبقى كلامه مظبوط ويبقى عقد مظبوط لازم يبقى مش مكره الاختيار. واطلاق تصرف اللي هو المالك وحريه التصرف. الملك التام. اطلاق التصرف اللي يسموه ايه؟ الملك التام. اللي هو حريه التصرف. والملك التام يعني ايه؟ يعني ما يملكه تحت يده. مش ما يملكه مقصود. وانت ممكن تبقى مالك اشياء بس مقصوده مش تحت ايده. فيبقى ما اسموش ملك التام، ملك ناقص. الملك التام يعني ما يملكه تحت يده في قبضته. واضح؟ وشرط فيه اختيار واطلاق تصرف. فلا يصح التزام مكره مقابل اختيار. وصبي ومجنون ومحبوس سفر. كويس؟ لان الصبي والمجنون ومحبوس السفر ما عندوش اطلاق تصرف. واضح؟ يبقى ده لف ونشر مرتب. يسموه ايه بقى؟ لف ونشر مرتب. وعامل اللي هو الثاني من العاقد، قال لك وعامل وشرط فيه ايه؟ وعامل وشرط فيه ولو غير معين. ولو كان غير معين علمه بالالتزام. يعني انا قلت في المسجد يا جماعه الخير، من وجد السيارات التي تاهت مني في مصر الجديده بالامس في الحي الفلاني له مني 5000 جنيه. خلصت انا الاعلان ده الحمد لله وكل حاجه، جاء بعد العصر واحد ما كانش موجود في المسجد
يعرفني. وقت سيارتي موجودة في شارع المهجور فجابها لي. أنا مش ملتزم معايا لأنه كان لا يعلم غيره. واضح؟ يبقى لازم اللي يلاقي الحاجة يكون يعلم العوض. فهمتني ازاي؟ عشان يستحقه. إنما التاني لما لقاها ما كانش يعرف إن أنا قلت عوض يبقى أنا متبرع. واضح الكلام؟ وعامل وشرط فيه وله غير معين علمه بالالتزام. واضح الكلام الشير؟ فلو قال ان رد آبقي زيد فله كذا فرده غير عالم بذلك لم يستحق شيء. يعني في غياب زيد بيقول للناس لو زيد رد آبقي له مني كذا. زيد ما كانش موجود وما كانش معاه مبايخة بيتصل بيه وقال فهو ماشي زيد ده في الشارع لا العبد بتاعي اللي هو يعرفه هربا راح قال له انت كده سب سيدك ليه تعالى معاك وصلك خد وجابه ما كانش يعرف ما يعملوش. واضح؟ فلانه غير عالم لانه يوم ساعة ما جابه عملوا ايه؟ تبرع بس خلاص فهمت. لكن لو كان عالم وهو بيجيبه يبقى ذهنه الاجر يبقى مش متبرع. واضح؟ او من رد آبقي فلم كذا فرده من لم يعرف زي المثال اللي انا بقوله. فهمت ازاي؟ الحالتين دول من لم يعلم بذلك لم يستحق شيئا. والمثال الاول للمعين والثاني لغير المعين. واضح؟ وشرط فيه إذا كان معينا شرط في العقل الثاني اللي هو العامل إذا كان معينا أهلية العمل فيصح ممن هو أهل له ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحبور سبب. هو المحبور عليه سبب مش ممكن يبحث في الشارع ولا يجيبه يبقى خلاص ينفع عمل وينفع ياخد أكل لكن ما ينفعش يلتزم لأنه محبور عليه لكن ينفع يقبض. فهمتني بقى ازاي؟ بخلاف صغير لا يقدر على العمل لانه مش اهل للعمل، الطفل ده ما يعرفش يروح الا باذن امه وابوه، ولو مشي بعيد عن البيت يتوه، فده مش اهل للعمل، فهمتني بقى ازاي؟ ما قلت لان ده مالك هيدي يدفع. في الثاني هيقبض. اللي هو العامل ما يشتركش لان العامل هيقبض. انما الثاني المالك هيدي. فهمتني ازاي؟ سهله؟ بخلاف صغير لا يقدر على العمل لان منفعته معلومه، الطفل الصغير ده منفعته معلومه. ما تقدرش ايه تستفيد منه بحاجه. ده هو اصلا قاعد باستمرار بيتناول ما ينفعه لانه غير اهل ان ينفع غيره. فالجعالة معه كاستئجار أعمل الحفظ بالذات. ينفع؟ ما ينفع. يجيب واحد أعمى وتقول له اقعد هنا على القصر. جندي أنا، طب إزاي؟ ما ينفع. دي أول إيه؟ أول مثل، أول ركن العاقل، والثاني الصيغة وهي من طرف الجاعل لا للعامل، يعني الصيغة ما اشتركش فيها القبول، لكن يجد فيها الإيجاب اللي هو الالتزام. وهي من طرف الجاعل للعامل فلا يشترط له صيغه ولذلك تقدم انه لا يشترط فيها قبول. وشرطها شرط الاجابه اللي هي الصيغه عدم التأقيت لان التأقيت قد يفوت الغرض. ما ينفعش اقول النهارده واللي جه بالي بكره ملوش حاجه ما ينفعش. واضح؟ ولا تخطف الجاعل بين ان يكون جاعلا على نفسه وأن يكون مخبرا عن غيره، جاعلا عن نفسه يعني الملك نفسه هو اللي بيتكلم أو مخبرا عن غيره يعني السكرتير بتاع الملك هو اللي بيقول. واضح؟ بس بشرط بقى إن المخبر عن غيره ده يبقى صادق، إن كان صادقا وكان ثقة. فإن كان كاذبا يعني مشهور بالكذب والناس كلها ما بتصدقوش يبقى مش واجب على الملك إنه يلتزم. ممكن ده تسمع كلام الكذاب وتيجي تقول لي ابدا انا
انا هقرأ فيه كما انت عارف واضح. فان كان كاذبا فلا شيء له لعدم الالتزام، فلا شيء له، مش للكاذب، للعامل، الضمير هنا يعود على العامل، فلا شيء له اي للعامل لعدم الالتزام من الكاذب. فهمت الضمائر تعود على مين؟ وكذا ان كان غير ثقه. في الغالب في كتب المتاخرين في الشافعي اول ما يقول لك وكذا اعرف ان فيه الرجيم، وده الرابع اعرف ان فيها وجهين ويبقى ده الرابع. يعني كان في وجه اشترط الصدق فقط ولا اشترط الثقه، وفي وجه ثاني قال لك لا اشترط معها كمان الثقه وعدم الكذب. واضح؟ وكذا ان كان غير الثقه. اول ما يقول لك وكذا ان كان غير ثقه لان في وجه ثاني اشترط مع الصدق الثقه. واضح؟ الموصوف الكلام. كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه إلا أن يعتقد الرد صدقه. كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه إلا أن يعتقد الرد صدقه كما استظهره من قاصد. افرض أن الراجل ده كذاب لكن مش مشهور كذب، وأنا لما سمعته صدق فرحت نزلت الجهد وعمل وجاي امل ان ناخد الجعل اللي هو الجهد. فهمتني ازاي؟ يبقى ابن القاسم الغزي رجح في الصوره دي طالما غير مشهور بالكذب وانا اعتقدت صدقه ان انا ليا اجري هنا، بس اختلف هل ياخد اجر الجعل ولا يبقى اجر المسك؟ واضح؟ فخلوها اجر المسك في الغالب. الصوره والثالث، الثالث اللي هو ايه؟ الركن، الركن الثالث البعد. البعد اللي هو ايه؟ الحاجه اللي هياخدها الحلاوه بلغه المصريين، يقول لك اللي يعرف يدري حلاوه هحلي له بكره. فهمت ازاي؟ يبقى البعد هنا معنى الحلاوه اللي هو ايه؟ اللي هو المال نفسه الاكل اللي هياخده العالم. والثالث الجوع، كان الدكتور علي جمعه يحب يسمي الجوع للحلاوه، عشان كده انا بقولها نقلا عنه. يقول لك المصريين يقول لك اللي يلاقي كذا للحلاوه، هو ده الجوع ده، كان ما يشرحها لنا اللي هناك. رضي الله عنه ربنا ينفعنا بالبركات. والثالث الجوع، وشرط فيه ما شرط في الثمن. وشرط فيه ما شرط في الثمن، الجوع ده يشترط فيما يشترط في الثمن، فما لا يصح ثمنا في البيع لكونه مجهولا او نجسا او متنجسا او لا يمكن تطهيره او لا ينتفع به، كل الحاجات بقى دي، او قذرا كحشره. يقول لك مثلا اللي لقي كذا هديله 10 صراصير. ايه دي حشره؟ دي ليها قيمه؟ هديله سحلية. ايه سحلية؟ بص ما ينفعش. خد بالك ازاي؟ يبقى لازم حاجة تنتفع. وكمان يشترط انه ما ايه؟ لا يحرم استعمال آلات الله. يقول لك مثلا اللي يعمل لي كذا هديله كماندر بيانو. ما ينفعش. ده مش أجر. ما ينفعش أجر الجعلة. ليه؟ لأن في مذهبنا البيانو حرام من الصغار من الكبار. حرام من الصغار. واضح؟ يبقى الموسيقى من حرمها حرمها وجعلها من الصغار ولم يجعلها من الكبائر. ومن الصغار يعني ايه؟ يعني لو اتوضى وغسل وضوء خلاص ربنا يغفر له ذنبه، مش ازمه كبيره يعني، مش ازمه كبيره. مسلم حلو برضه ما عملش كبيره. امتى تبقى كبيره؟ لو موسيقى وخمره ورقصه. بقت كبير لانها البيئه بقت فهمت ازاي؟ واضح؟ فالموسيقى لما يقول لك الموسيقى حرام يقصد من الصغائر ولا يقصد من الكبائر. فان ارتبطت مع خمر ونساء كاسيات عاريات يبقى بقت كبيره لما اجتمع فيها.
واخد بالك. وبعض العلماء يعني يعتبر ان حتى الموسيقى صوت لا ينبني عليه حكم، وحكمها متعلق بقلبك انت مش بيها ذاتك. ان كانت تخلي قلبك فيه قسوه يبقى حرام في حقك، حلال في حق غيرك. تمام. هو بيسمع الصوت ده بيبقى عنده كده شفافيه ورقه وهمه على الطاعه، خلاص يبقى حلوه ليه. لدرجه ان بعض الطرق الصوفيه تستعملها في الذكر، يقول لك تعين على الوجه، وفي طرق ثانيه تقول لك لا لا تعين على الوجه، دي معذب الشيطان. طريقه كده وطريقه كده. يبقى مش ازمه كبيره، مش ازمه كبيره ونقعد نختلف ونقول لك الشيخ ده مبتدع بيوجيز الموسيقى. تمام. هو بيوجزها من باب انها لا تؤثر على القلب، فان اثرت على قلبك انت خدها. ده لو في طعام حلال لما بتاكله بيعمل لك قسوه في طبعك، يبقى الطعام ده ما تاكلوش انت. لكن غيرك كده ببساطه كده سهل، يقول لك انا كل ما باكل مثلا بصاره عارفين بصاره مش مهم. لا اجيب حاجه مره، خلي الدكتوره مره تعمل مستوى بصاره وادوها لكم مره يوم. حاجه اكله بتتعمل من الفول برضه، المصريين دول خبره. فالمهم يعني قال لك مثلا ايه، كل ما اكل بصاره يضيع عليا صلاه الفجر، لكن كل الناس بياكل بصاره ينام ويصلي الفجر. يبقى انت ما تاكلهاش كده، او كلها كده ما تاكلهاش بالليل. ليه؟ لان صلاه الفجر اول، كل زبادي ونام خفيف خفيف تصحى تصلي الفجر، يمكن ما ازاي. فالاحكام بتتعلق على حسب الشخص ده. فالموسيقى نفس الحكايه. سيدي محي الدين بن عارف ولي كبير يقول لك انا لا ارى فيها انها حرام لانها صوت. قلنا صوت مفيش حاجه. وابن حزم الظاهري عنده مفيش حاجه. والامام السيوطي قال ان عانت على الذكر والوجد والتركيز فلا باس. في ناس يقول لك انا ما اعرفش اذكر لما اسمع موسيقى او مركز موسيقى كلاسيك. ما تنكدش عليه بقى، تقول له بقى ارفع ذاكر كده، يجي يذاكر كده مش عارف يركز يسقط. يقول لك الاحكام سقطتني. الاحكام الشرعيه، هي مش شرعيه. ده احكام خلافيه. فهمت بقى المساله؟ لازم توسع مخك. والثالث الجعل، وشرط فيه ما شرط في الثمن فما لا يصح، فما لا يصح ثمنا لكونه مجهولا او نجسا لا يصح جعل جعلا. ويستحق العامل في الحاله بايه؟ ياخذ اخره المسلم. طالما لا يصح ثمن وهو خرج علشان ياخد الثمن ده وطلع لا يصح شرعا، هم يديله اجره في المسلم. واضح؟ في المجهول والنجس المكسور كخمر وجلد ميت، ويستحق العمل اجره في المسلم. في المجهول والنجس المقصود كخمر وجلد ميت، فان لم يكن مقصودا كدم فلا شيء للعامل. افرض نجس مقصود. نجس مقصود يعني ايه؟ يعني خمره. الخمره ممكن يبيعها الواحد مسيحي ولا يهودي؟ يبقى ليها فلوس وهي نجس، ما ينفعش يبيعها المسلم. فهو خد الجعاله دي خمره لان اللي كان قاله عليها كان واحد مسيحي ضاع منه سيارته، فقال لي ايه سيارته؟ سيارتي هديله خنزير. ما هو بيربوا خنازير. او هديله زق الخمر لان عشان هو تاجر خمر وعنده المخزن مليان ما تفرقش معاه. فراح اشتغل العام، فالراجل الثاني ما رضاش يديله حاجه، فيروح للقاضي. القاضي يقول له انت ايه؟ يقول له انا محمد مسلم هتاخد خمره؟ ما ينفعش تاخد امر المسلم. لو كان اللي جاي له اسمه حنا ولا جورج يقول له خلاص اديله الخمر لانها مال عندهم. فهمت بقى ازاي؟ لكن المسلم يقول له لا خد أجرة المسك بس. فهمت بقى المسألة؟ وجلد ميتة، فإن لم يكن مقصودا كدم فلا شيء للعام. الدم ده نفسه ده نجس على كل الأحوال، ما ينفعش. فما ينفعش، يبقى إيه لا شيء للعمل في هذه الحالة. والرابع العمل اللي هو الأخير بقى، وشرط فيه كلفة
يعني ايه العمل يحتاج جهد يعني. انما عمل بلا جهد خلاص. والرابع العمل وشرط فيه كلفة وعدم تعيين، فلا جعل فيما لا كلفة فيه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله علي وهو بيد غيره. يعني قاعد بيقول من دلني على مالي فله كذا، قال له مالك اهو في ايد فلان اهو، هو ما اتنقلش يعني ما بذلش ايه جهد، اه ما عندوش حاجه بقى خلاص ما فيهاش كلفه. فاهم؟ فكأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله علي وهو بيد غيره، ولا كلفه ولا فيما تعين. كان قال من رد مالي فله كذا فرده من تعين عليه. ولا ياخذ الامر في من تعين عليه ان يعطي هذا الضار. الغصب اللي خد ارض، وبعدين انت قلت من رد لي ارضي المغصوبه له كذا، فالغاصب اداها لك، ما هو واجب عليه اداها لك ياخد ايه؟ لكن لو واحد جابها لانه استخلصها ياخد، لكن هو نفسه واجب عليه يردها، يبقى ياخد قبل ايه؟ بمنان الناس دي. فهمتني؟ لان ده واجب عليه يردها. واضح الكلام؟ ولا فيما تعين، يعني ولا فيما تعين عليه اداء او فعل. تعين واجبا. كأن قال من رد مالي فله كذا فرده من تعين عليه لنحو غصب، لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض. واضح؟ يعني يقول مثلا من أعانني في طريقي للطبيب لأنه راجل أعرف وأعمى وعايز قاضي، فقال لي جيران يا جماعة أنا عندي ميعاد مع الطبيب النهار، فمن أعانني منكم على الذهاب إلى الطبيب في العنوان الفلاني له مني 20 جنيه أو 20 جنيه مثلا. فقام إيه ابنه قام وصله ما يدخلش، لأنه واجب عليه إنه يعمل كده معاه، لكن بره قام وصله يبقى يديه. واضح؟ لأن الثاني ابنه متعين عليه، كان يقوم بوظيفته مع أبيه. واضح؟ لأنها بر به. واضح؟ لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض. ولو حبس ظلما فبذل مالا لمن يخلصه بجاهه. حبسوا ظلم أمن الدولة. قبل الثورة بقى يعني. بدوا عن الدولة خدوا تحري حبسوا ظلم. أبوه ليه جار في الحزب الوطني اللي هو إيه حلوه قبل ما يحلوه. يعرف الناس اللي في أمن الدولة. فراح أبوه قال له ابني خدوا عن الدولة بصفتك إنك أنت راجل في الحزب وراجل كده من وجهاء القوم، ما تخليهم يفرجوا عن ابني لما يتاخد ظلم، وهدي لك 5000 جنيه. واضح؟ ادي الجاه ده هيطلعه من ايه؟ من الحبس الظلم بجاهه او غيره كعلمه وولايته. يعني راجل عالم والي قال له طب اديني فرصه كده، راح دخل الخلوه بتاعته قعد على ورد زي السيد البدوي، كان مشهور ايام حرب الفرنساويه بتاع 19، كان ساعتها عايز السيد البدوي، فكان يقولوا الناس اللي اثروا لويس التاسع عشر الفلاحين كانوا بيحاربوا لويس التاسع عشر، وكانوا جايين من جهه الشرقيه في فرع النيل الجنود دول، فكانوا ينزلوا على الفلاحين يسيبوهم وايه ويسلسلوهم بالسلاسل ويحبسوهم عندهم. اباء العيال دي المحبوسه تروح للسيد البدوي مشهور بولاده وعلمه، راجل والد يروحوا له على الطن، كان اسمها ساعتها طنطره، فيروحوا لانه مشهور بعلمي يا ولاد، يقولوا له يا سيدي يا بدوي بلادنا كذا ومحبوسين، يقول له ردوني مؤمن،
يخش الساد البدوي يركعها بركعتين، يمسك الست حتى يروض بالمعين، وبعد كده تبص لها العيال جايين بالسلاسل لقلهم في طنطا جابهم بولايته، يقوم المصريين ينشدوا يقولوا ايه، الله الله يا بدوي جاب الاسرى، الله الله يا بدوي. ودي اصلا بقى ايه التشهير اللي بيقولوه مولد السيد البدوي، الله الله يا بدوي جاب اليسرى. ادي اصلا لدرجه ان تخش في حجره السيد البدوي الى يومنا هذا في المسجد تلاقي بعض السلاسل اللي جت بولايته من السجون اللي كانت موجوده في الشرقيه والمنصوره، جت طنطا ده اللي خطوا جابهم من وسط السجون، ولحد دلوقتي يطلعوا بالايه بالسلاسل دي في المولد، بس ما يمسكهاش الا الشيخ الطريقه الاحمديه، واخد بالك يبينها للناس يعني كرامه كبيره. يبقى في حاجه اسمها علم وولاده، يبقى الثاني من حزب الوطني، واخد بالك الثاني والي فيه. المهم اي طريقه انت عايز تطلع ابنك المظلوم وخلاص، بس الوالي يطلع من السجن، فاهم؟ كان قال من رد مالي فله كذا فرده من تعين عليه لنحو غصب، ادي خلصنا. ولو حبس ظلما فبذل مالا لمن يخلصه بجاه او غير كعلم واولئك جاز، لان عدم التعين صادق بكون العمل فرض كفايه. يبقى في الحالة دي يجوز انه ياخد اجر على مقابل انه هيعمل عمل ايه هينفعك، وانت حتى توعده بأجر، فهمتني ازاي؟ فيجوز انك انت في كده تدي هدية للولي اللي ربنا فرج الأمر عليه على ايده، او تدي هدية لبتاع الحزب الوطني اللي ادخل السرور على قلبك وطلع لك ابنك من زنازينا من الدولة اللي عايشين تحت الارض، فاهم؟ مفيهاش مشكلة. يعني معنى كده لو خد مال مش لتفريج ظلم، لا لقضاء بعض الحوائج، نشوف الامر ان كان ان كنت مستحقا لها ولا غير مستحق، ان كنت غير مستحق يبقى المال ده رشوه، وان كنت مستحقا لها يبقى اعانك على الخير اياه، يبقى عايزه بقى يتبحث، فهمتني ازاي؟ والحمد لله ان هم حلوا حلو الحزب الوطني عشان ايه؟ طالما حلوه يبقى مش هيبقى في مظلوم بقى ان شاء الله، امر بذلك يعني عملنا في بلاد كتير، وان كان طول ما احنا عايشين وفي اواخر الزمان نخلص من ظالم يطلع ظالم، فربنا ينجي ناس. ولا فرق في العمل بين كونه معلوما وكونه مجهولا، عصر علمه للحاجة كما في اضطرار بل أولى، فإن لم يعصر علمه اشتلت ضغطه، ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى عليه، وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب قوله وهي بتثليث الجيم كفاية المرة الجاية. يبقى نقف هنا، كل دي كانت مقدمة، سواء كل دي مقدمة الحشو، لسه ما دخلناش في الكلام ابن القاسم ابن قاسم الغزي، ولا كلام حتى الإمام اللي هو القاضي أبو شوقة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدار الإسلامية. في حاجة صعبة؟ سهلة الحمد لله. إحنا بنشرح الفقه بطريقة المصطبة. المصطبة دي الدكة التي يجلس عليها الناس العوام ويتكلمون في كل أمر. اللي هي بقى الفيسبوك الدكه العصريه الدكه الالكترونيه، واخد بالك؟ كان زمان الناس بيقعدوا على الدكه يتكلموا يزيدوا اي كلام اي كلام اي كلام، دلوقتي بقى بيخش على الفيسبوك يقعد يزيد اي كلام. في كل عصر ليه دكته، دكه هذا العصر هو الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينك عرشك وملائكة كلماتك ورضا نفسك وكفى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.